في يوم التأسيس، ثلاثة قرون من العز، ثلاثة قرون فيها الطموح بإذن الله، ومشاركتنا في الدراجات النارية في هذا الحفل المبارك. طبعا الدراجات مختلفة الأنواع، من الكلاسيكية التي تمثل يوم التأسيس بعراقتها وكلاسيكيتها، وبعض الدراجات من الدراجات الحديثة. طبعا عدد المشاركين اليوم في هذا الحفل من الدراجات النارية فوق 100 دراجة من كلاسيكية وحديثة.